وده طريقة التحميل. أول حاجة ندخل على متجر انبلاي، هسيب لكم الرابط بتاع التطبيق تحت تمام في الديسكريبشن. دلوقتي بعد ما نحمل التطبيق نشوف ازاي نحول اي صورة عندنا لشخصية كرتونية. تابعوا معانا الفيديو ورا بيعجبكم التطبيق. دلوقتي بس بيفحص التطبيق لو في فيروس في اي حاجة. فتح معانا وقت، في اكتر من شكل، في 3D، في 2D تمام. وليكن نختار ده، نختار اي صورة ما عندنا. في اكتر من شخصية، من اكتر من ستايل يعني تمام. رويال، فاني، كرتون، بيبي، اشكال متنوعة يعني تمام. ممكن في 2D، في الكاريكاتير، ممكن نختار اي صورة تانية. دي مثلا سنة لحد ما تخلص تحميل، وممكن يظهر معاكوا اعلانات يعني، بس مش مشكلة عادي يعني. بس هو كتطبيق يعني حاجة كويسة يعني. في منه نسخة برضو للايفون، هعرفك لكم الرابط بتاعها في الوصف تحت او في اول يعني تعليق. الإعلانات بس اللي غريبة شوية. يلا خلاصي، خلاص خلاص ديت هي الموناليزا. اطلع يا عم اطلع تمام. ده عندي نظام تاني يعني، ستايل تاني غير التاني ده اللي هو الأولاني 3D. ده تقريبا 2D، وفي اكتر من شكل يعني. وفي طبعا الاعدادات دلوقتي هنجيبها. يعني الاعدادات 2D كاريكاتير و رومانسي، و 3D. وبكده اكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى انكم تشتركوا في القناة على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوف وشكم بخير في شروحات جديدة وتطبيقات جديدة.